السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والذي نور قلوب المؤمنين بالنور القرآن، أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشايخنا الكرام، إخوتي الأعزاء وأخواتي، يسرني أن أقدم إلى فضيلتكم نبذة مختصرة عن هذه المسابقة المسمى بالمسابقة القرآنية للجالية المليبارية، والتي نقيمها منذ 6 سنوات بين أوساط الجالية المليبارية المقيمين في مملكتنا الحبيبة. بدأت هذه المسابقة عام 1427 تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بعد موافقة فضيلة المدير العام للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة. صفة المسابقة: تقام هذه المسابقة على قسمين. القسم الأول مسابقة الكتابة، وهي عبارة عن ترجمة وتفسير لسورة أو جزء من القرآن الكريم مع 75 سؤال، ومن حصل منكم درجة كاملة يستحق أن يشارك في المسابقة النهائية، وهي تكون في 20 سؤال. أما بالنسبة غير مسلم، من حصل منكم درجة 90 فما فوقه فهو يعتبر 100 درجة. إحصائيات عدد توزيع مادة المسابقات في السنة المالية بمستوى المملكة كالتالي: المسابقة الأولى كانت في سورة الإسراء، وزعنا في تلك السنة 4510 نسخة من مادة المسابقة. المسابقة الثانية كانت في الجزء الأول من سورة البقرة مع سورة الفاتحة، وزعت 5786 نسخة في ذاك العام. المسابقة الثالثة، وهي من آية 142 من سورة البقرة إلى آخر السورة، وزعت فيها 8665 نسخة. المسابقة الرابعة كانت في تفسير سورة آل عمران، وزعت في هذا العام 6875 نسخة. وفي المسابقة الخامسة وزعت 8000 نسخة من مادة المسابقة، حيث كانت مادة المسابقة تفسير سورة النساء. سورة المائدة كانت مادة لمسابقة السادسة، وزعنا 8500 نسخة لهذا العام. هذه هي المسابقة القرآنية السادسة، وبمناسبتها وزعنا 8500 نسخة من سورة المائدة. ومن الاختبار النهائي استحق 5 أشخاص للجائزة الأولى، ومتسابق واحد للجائزة الثانية، و9 أشخاص استحقوا للجائزة الثالثة، كما استحق 13 غير مسلم للجائزة التشجيعية. والقسم الثاني مسابقة حفظ القرآن الكريم، وهي مسابقات مستقلة للبنين والبنات وللرجال والنساء. تنعقد المسابقات المحلية في جميع مناطق المملكة.
ثم يستحق الفائز بالمركز الأول والثاني أن يشارك في المسابقة النهائية. وبعون الله تعالى انتهت المسابقات النهائية صباح هذا اليوم في هذا الدار المبارك، وشارك فيها 64 متسابق من مختلف مناطق المملكة، علما بأن مسابقة الحفظ كانت في 3 أنواع، في جزء عما وفي جزء تبارك وقد سمع وفي الجزء الثالث وفي الجزء الأول من سورة البقرة. مشايخنا الأفاضل، هذه محاولة يسيرة لنشر كتاب الله العظيم، والذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى به، ولنا أهداف شتى بهذه المسابقة، لكنها كلها تنحصر على هدف واحد، وهو دعوة الناس إلى كتاب الله عز وجل. مرة أخرى أرحب أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة إلى هذا الحفل الكريم بكل ود واحترام، ونشكر أصحاب الفضيلة ورؤساء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، كما نشكر رجال الأعمال وأهل الخير على تشجيعنا لإقامة هذه المسابقة. أخيرا أود أن أعبر خالص شكرنا وتقديرنا إلى فضيلتكم، كما أشكر جميع إخوتنا وأخواتنا الذين قاموا لفعاليات نجاح هذه المسابقة، وأسأل المولى أن يجعل ما تقدمونه من خدمة لإخوتكم في ميزان حسناتكم، وأنتم في دعائنا دائما أينما كنا، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. الآن أدعو باسمي واسمكم فضيلة مشرف دار الفرقان الشيخ حسين بن بريك آل مسعود أن يرأس هذا الحفل المبارك وأن يلقي كلمة، فليتفضل مشكورا.